السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في بدايه كل فيديو لازم عليا ان انا اشكر كل واحد فيكم كتب لي كلمه حلوه في تعليق او عمل لايك على فيديو او شكرني على فيديو. دايما بتخلوني عاجز عن الشكر من كتر الكلام الجميل اللي بيجي لي يوميا في التعليقات. انا بجد ممتن لكل واحد جزائري وبشكر كل واحد جزائري وعلى دماغي كل واحد جزائري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهل الجزائر الكرام. كلامي لاخواني في اهل الجزائر. في قصه كده بتاعت احد الصحابه اللي هو سيدنا عبد الله بن جحش، لما سيدنا عمر قال له حق على كل مسلم أن يقبل على رأس عبد الله بن جحش. الموقف ده فكرني في حاجة لإخواننا الجزائريين. أما كنت بحج سنة 2006 أنا وأبويا وأمي، فكنا قاعدين بنصلي في الشارع بين المغرب والعشاء. فإحنا قاعدين بعد صلاة المغرب، قاعد جنبي على يميني إخوة جزائريين وعلى يساري والدتي وبعدين أخوات جزائريات. فالاخوات الجزائريات دولك عمالين يتشبهوا عليا، بيقول هو الشيخ اشرف الفيل، لا مش هو، هو مش هو. بعدين قلت لوالدتي، والدتي كانت واخده الانسولين ونسيت اديها الاكل، فقلت اجري اجيب لها ايس كريم او عصير عشان ايه، لاحسن يجي لها هبوط او حاجه. فبقول لها، بقول لك يا امي اجيب لك ايس كريم او حاجه كده ولا بتاع؟ قالت اه يا ريت والله، عشان حاسه ان انا عندي هبوط. قلت طيب خلاص. فلما مشيت كده رحت اجيب ايس كريم، فقلت اجيب العدد اللي قاعد يجي 10 وبتاع، كنا في مكه. فوانا جايب الايس كريم وجاي لقيت الستات ماسكين في امي عمالين يحضنوا فيها ويبوسوا في بطنها. هو طبعا كل اللي حصل ان انا اتخضيت، افتكرت ان امي اغمى عليها اصلا، فانا راح جري الحق الحق، فبصيتهم يبوسوا فيها. فبقول لها ايه ده يا امي؟ قالت ده بيسالوني بيقولوا لي هو ده اشرف الفيل اللي بيطلع في التلفزيون؟ قلت لهم اه. يقرب لك بيه؟ قلت لهم انا امه، فقاعدين يبوسوا في بطني عشان انا خلفتك. نفس الجمله بقى، حق علي ان اقبل على راس كل اخ واخت جزائريه. السلام عليكم. طبعا من الله علي السنة هذه وحجيت والحمد لله، وكان معانا في المخيم من جميع الجنسيات العربية وغير عربية، ونشأت صداقة خفيفة كده بيني وبين يمني ومصري وسوداني وجزائري وسعودي، وكنا احنا الستة وقت ما نلاقي فرصة نجلس مع بعض ونسولف. فرقتنا الجنسيات لكن جمعتنا الدين والعروبة واللغة. طبعا رمي الجمرات كل واحد يحدد الوقت اللي يناسبه، من بعد الظهر واللي يبغى العصر واللي يبغى المغرب. فأول يوم في رمي الجمرات رجع الجزائري وكان مصاب في رجله بسبب الزحمة والتدافع. اليوم الثاني اللي هو موعد رمي الجمرات، اكتشفت انه اليمني والسوداني والمصري والسعودي أجلوا رمي الجمرات لما يروحوا مع الجزائري. شوف الجزائري متى بيروح، يروحوا معاه. ليش؟ عشان إذا اشتدت على الإصابة يكونوا هم موجودين معاه. والسبب الثاني انه يحموه من التدافع والتزاحم عشان لا يصاب أو تزيد عليه الإصابة. عرفت وقتها ان هذول هم العرب الشرفاء، واكتشفت وامنت وايقنت ان اللي موجودين في البتوت ويسقطوا على بعض الدول العربيه، كل واحد يسقط على الدوله الثانيه، هذول مجرد حتاله متوفيين دماغيا وما يمتوا لبلدانهم باي صله. كان بيسالني سؤال بيقول لي لو انك لم تكن مصريا ولم تعيش على ارض مصر، اين كنت تحب ان تعيش؟ قلت له والله كنت أحب أن أنا أعيش في المدينة المنورة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي يعني كل الناس بتتمنى أنها تعيش في المدينة المنورة، فأنت ما جبتش حاجة جديدة. لو ما عشتش في المدينة المنورة ولا مصر، تحب تعيش فين؟ قلت له أحب أعيش في الجزائر المنورة. فالمذيع استعجب، قال لي الجزائر المنورة؟ ايه الجزائر المنورة دي؟ تقصد الجزائر الديمقراطية الشعبية مش اشتراكية مش عارف؟ قلت له لا، اقصد الجزائر المنورة، جمهورية الجزائر المنورة. قال لي احنا عارفين ان المدينة المنورة منورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، طب الجزائر دي منورة بايه؟ ايه اللي خلاها منورة يعني؟ قلت له يا اخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الشهيد إذا جرح ودفقت أول دفقة دم من جسده أنارت ما بين السماء والأرض، فما بالك بمليون ونصف شهيد دفقت دماءهم، ألا تنير الجزائر؟ يا من
انساني انطر ونعيني في السماء الحول في رحلة حامل سلامي من الجزائر كل الأحباب أبطال العربية كل الأحباب أبطال العربية ده. وبعد ما شفنا روعة الجزائر وبعد ما شفنا عظمة الجزائر انا مش لاقي اي كلام اقوله اوصف سعادتي وفخري واعتزازي بالشعب الجزائري العظيم، ومش لاقي اي كلام اقوله اوصف اعتزازي وفرحي باني اصلا في بلد عربية وبلد مسلمين اسمها الجزائر. انا في نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.